أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالمونا كبرت نمن قد يدن بك الله قال الله تبارك وتعالى إلهي وحجر وما كان لبشر بن آدم وما قلنت من قبط من لها أن يكلمه الله إلا وحي إلهي إن الله الله إن له وحي ذبا مويه أو من وراء حجاب حجاب قداش إن لقلها الله مويه تب يا حائل قداش إن لقلها الله مويه حدثنا أيضاً يعني حرب أدلة إيمان دونتي حديثي إنه كحجي لأن أيض معنى قد بيك هذا شيء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ما جاز على البشر جاز على جميع الخلائق بوجه دليل كاس وتلمام إلا بالدليل وحي بشر كبنان هذا أما الله منعيه تعظيما لله سبحانه وتعالى يجوز على جميع الخلائق إلا بمانع إلا بالدليل معناها صوت دقيق إمامك كو إشارية حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا موسى ابن إبراهيم بن كثير ابن بشير بن الفاكي الأنصاري ثم السلمي قال وحول وداد كاسي سمعت طلحة بن خراش ابن عبد الرحمن خراش ابن سمة الأنصارية ثم السلمية يقول سمعت جابر بن عبد الله الأنصارية يقول طيب نظر إلي رسول الله رسول كلاه بأي سوء جاي معلمه أحد أيد عضي أبيه أشهد عبد الله بن عمرو الحرام أشهدي فقال نبي حوري يا جابر جابرو ما اللي أراك محامك وقارك مهتم إذا والبهر سنتهي مهتم إذا تراني سنتهي دين أبيه دينتي تضوق قبل وضع ما كبنا لك قلتكي دايما بلان أبيه كدينتي مركا حقوق أنا يعلشن أو تنكو إتاقين حاد ويسوين فعلين بنا يواركي فقلتو عن نبي الله استشد أبي والد كبا قيريوذي أما شهيدي أو إلهي سبحانه وتعالى دقال كيسو كل انت وترك دينا عليه دين الغورة هوا بطنيد ودوا دينكي صحي مسلم كم مرأي مالها كلابي قل يهودا مركا تمر بطن كلها وذات كاشهيدي يو عيال عليس حاسي عرنا واكتقي فقالوا النبي بحيولي ما هو الدنيا هو الله سعوله سكوه يسجابره إلهي سدو آبه أكرامي بلغده إيسانيه ألا أخبرك ما أنكو والرب ما كلم الله إلهي إلا ما هل إن أحدا آدم أما بنا آدم أما أحد كلبا عموم كنسك قط ولقد إلا من وراء حجاب نسكا حديثك وحوحي آيات دي مفهوم كذلك لغا فهمي أنكو عضي ما كلم الله أحدا إلهي أحد لما هذلين قط ولقيت إلا من وراء حجاب تيد يحائل سكدي مويل وكلم أباك كفاحا وكلم أباك أباها إلهي وحو الله اللي كفاحا كفول كفول ستوس أوي بلا حجاب وبلا رسول من الملائكة وبلا وحي وكلم أباك كفاحا رواية حديث كولي عديس ليس بينه وبينه ستر إلهي يا عبد الله من عم حرام أن أدحيني وحتيضة أيا توس إلهي أولاه الله فقال وحوري يا عبدي أدونك يقيو تمنى علي وحون قبصو أعطيك واكسيني جابر أبيه وكشي ذا دقالك أحد المسلمين بدن أي كشي ذا أيا إلهي وحكوه أدونك يوحى أدون تمان تقبصو واكسيني خالقك أبو رب العالمين هدوك إلى وحى أدون تبال الشيغو والغود دي بهاياي انو ما حنا كبلا بلاهي افرتن سنه بالله وان غرفلي وحال سو قبان واي هورت خوغو اي دي بات كبلا بلاهي ديما نو صاحبنا ايبا وان حجيي انو عرفتاغن اسو واي مركاسو يري اسو دعي وحاره ما حكو سو دعيا حوري إن بدن برد هاي حازك عروتنا وابرتين وحنا لما وابرتين وحنا لما هاي إلهي الدنيا بركة يسمى وصو فرقة وصو دعابه وحاري ورمش أنت أجانا هي واحد شكل اسمه له دم بداف يشنو يألاب تام من هالكاس كسي داي أنت أنا أشقى يسمى بوري أنت أنا أشقى يسمى مدن أنا كرفة هذا كسو دعوة هذا
لكن مقعز اللي شيء ما يجي. طيب المهم بنا آدم وح أقدر واتقانا. طيب وادو إذا مركو نحنقول واجي أتصيد تلم حسستها وان حسستها. المهم عبد الله بن عمنا حرام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وحاوي وحوري مركي أنت هلا ودي حديثك رواية ذنب إله وحن عطسنها يا برا أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة ثانية إله ما يتري وحاض انتقب صها وحن ما أنت كله ما هي ليس والغو فرمين إله النفط يقول سعلي مدينة يقول علي برا مرة بعد أن سو شهيدي فأقتل فيك وفي الدفاع عن رسول الله إلى يحوري قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون حكم هرود عيدا جرو روح دينتين أن أدون كل لنا وحكى لشيغو وحرام على قرية ألقناها أنهم لا يرجعون عفوا مركة حوري يا مسيدة اللي علم يميها إله بركة يا خير كأي شهادة ولا ضعي وما دقة قارسية مركوايها أنت صار عطرة مرة بعد عطية يلا بعد شهادة الدفاع أي هل جن كله قد أن تفضل كأي لا ضعي إله وما دقة قارسية يا رسول يا صحابة ولا تحسب أن الذين سودت قتلوا في سبيل الله أموات إسلام مركا سيتمد وفرين تكتمد من الله سبحانه وتعالى بسبب سؤال عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى هو ساس حديث كاس وحديث شوق الله وساق علي ساق علي علي بن عبد الله المدينة أبو الحسن شيخ البخاري ومن شيخ داري مينا أذكرنا إزال الحديث حديث كده يا رابو كحي قصة دار سو جابي أيو شيخ جابنا يا محل شاهد كنا أدي أنت نصو كربا ومعي ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب طيب وكلم أباك كفاحة حديثك وحديث صحيح هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم